السلام عليكم ورحمة الله. إذن كما شفنا الفيديو اللي فات طبيعة المثلث وطبيعة الرباعي ناتور دي تريانجل اي ناتور دي كوادراتير، في هذا الفيديو إن شاء الله اللي هو مهم غنشوفوا مجموعة نقط لونسومبل دي بوان اللي التلاميذ بزاف كيلقاو فيه مشاكل، وهو ما صعيبش بزاف، تحط في امتحان ديال جوكوا الاستدراكي ديال 2017 وتحط في الاستدراكي ديال 2015 وهو قلة نورمال ديال 2015. غالبا كتكون عليه واحد نص نقطه بحال هكا كذلك، ولكن ما تقولش هاد نص نقطه كي والو. نص نقطه في الوطني راه حيت الوطني كتضرب في سبعه اللي كوي فيه سواء كما عارفينهم طالعين في المات، دونك الا ضربتي نص نقطه في سبعه راه هي ثلاثه نقاط ونص، وثلاث نقاط ونص راه ماشي سهله صافي. دونك بحال هكا خصك تحسب دائما نص نقطه ولا ربع نقطه ولا هادي ولا السؤال سهل، خصك ما ديما خصك تستغل الفرصه وتقول خصني ضروري نجيب هذوك النقاط صافي مفهوم. دونك غنبداو بحول الله. دونك هنا كاين بزاف ديال مجموعات النقاط، كاين سيركل، كاين دومي سيركل، كاين دروات دومي دروات، لو بلون دومي بلون، كاين ميديان ميدياتريس، كاين الباري سونتر. ولكن هنا في صحاب بالنسبه لكم نتوما صحاب البيس والاس في تي لي كان اللي كيتعاودوا بزاف هما هادو، هاد ميدياتريس والسيركل هما اللي كيتحطوا بزاف هاد صافي. دونك كاين دو ميثود بالنسبه لمجموعه النقط، كاين لا ميثود جيومتريك الى نوريكم دابا، كاين لا ميثود الجبريك كتكون محطوطه، ولكن ميثود جيومتريك هي اللي كتكون اسهل. بالنسبه للميدياتريس وسط قطع هو هذا ستون دروات كي باس باغ لو ميليو كي بيربوندكولار او سيبور دو هاد السيغمون صافي، كتكون بيربوندكولار وكدوز من لو سيغمون او ميم من ميليو باغون او ميم طون صافي. انا رسمتها لكم بحال هكايا دلتا مثلا دلتا ميدياتريس دو ابي. بالنسبه للسيركل راكم عارفين السونتر والغايون، سيركل دو سونتر او اي دو غايون اخ، مثلا هنا ام او ام هي الغايه صافي. كيما بغات تكون هنا ام هاد ابارتان او سيركل كتحسب هاد لا ديستونس او ام كتلقى لها كتلقى هي الغايه. دونك ملي كتلقى بحال هكا على الشكل هذا موديول ديال زد ام موان زد ا يتيغرا موديول ديال زد ام موان زد بي كتقول ميدياتريس ضروري. ديما ملي كتلقى موديول تيغرا موديول فكر بانك راه عندك ميدياتريس 100%، خصك تلقى غير هاد ا وبي هاد لي زافيكس ديال هاد لي دو بوان، لان كتكون لونسومبل دي بوان في هذه الحاله هي ميدياتريس وسط قطع دو سيغمون ا بي صافي. ولكن خصها تكون بحال هكا موا موا، وهنا لي موديول ما بيناتهم موديول ايكال موديول. بالنسبه للحاله الثانيه ملي كتلقى موديول ايكال واحد واحد لو نومبر بوزيتيف بيان سور خص يكون، لان الغايون كيكون بوزيتيف صافي. الا كان زيرو هذه حاله خاصه، الا كان زيرو دونك غتكون زد ام هو زد ان، دونك لونسومبل دي بوان في هذه الحاله هو لو بوان ا. كنقدروا نلقاو لونسومبل دو بوان هو ا، كما كنقدروا نلقاو لونسومبل دو بوان هو لونسومبل فيد. مثلا الا عطيتك موديول دي زد ام وزد ا ايتيغال واحد لو نمبر نيجاتيف ميمكنش صافي. دونك هنا في هذه الحاله كيكون لونسومبل فيد، ولكن اللي خصكم تشدوه هو هذا موديول ايتيغال موديول ميدياتريس، موديول ايتيغال واحد لو نمبر بوزيتيف سيركل صافي. دونك هنا كان في هذه الحاله كنقول سيركل دو سونتر ا اي دو غايون ا. هنا غندير معكم واحد امتيت اكزامبل باش شويه تفهموا هاد هاد هنا هاد ميدياتريس. دونك هنا قلنا موديول بارفو كيعطيك هاد زاد بريم زاد بار بابا، وهنا الدراري ما كيعرفوش كيفاش يتعاملوا مع هاد زاد بار هاد. دونك هنايا باش نتخلص من هاد البار اشنو كندير؟ كندير عاوتاني باغ. دونك هنا زاد باغ بلوس 3 زي موان 2 لو تو باغ، لان كنعرف بان الموديول ديال زاد هو الموديول زد ديال زد بار، هو الموديول ديال موان زد، هو الموديول ديال موان زد بار صافي. دونك انا عندي هادي هاد البروبريتي غنستغلها هادي. دونك عندي الموديول ديال زد بار بلس 3 زي موان 2 موان 2 باردون، هو الموديول ديال زد بار بلس 3 زي موان 2 لو تو باغ، وهادي كل وحده غندير لها الباغ ديالها. دونك هنا زد باغ باغ بلس 3 زي هنايا باغ موان 2 باغ تيغال الموديول ديال زد بلس 5 سور 2 زي. العربي ان زاد باغ باغ هي زاد صافي، تخلصت من داك البار. بلس عندي هنا 3 زي باغ، 3 زي باغ هي موان 3 زي، لان ا بلس بي اي باغ هي ا موان بي اي. انا عندي هاد كتلاحظ بان لا بارتي ايماجين هي كتبدل لو سين ديالها. دونك هادي عندي لا بارتي ايماجين دابا غندير غير لو سين ديالها موان 3 زي، باغ كونطخ لا بارتي راهي كتبقى هي هي. دونك هنايا موان 2 باغ هي موان 2 تيغال زد بلس 5 سور 2 اي. دونك هنا خصني ندير كيما قلنا هداك الموان خصو يبان ليا. دونك انا غندير موان
زد ماشي موان هنا غتسموه وهذا كامل خص يكون النومبر هذاك ديال زد ا 3زي بلس 2 الى حيت لي بارونتيز غتولى موان 3زي موان 2 موان 2 هنا عاوتاني غتولى زد موان موان 5 سور 2 اي دونك هنا نقدر ندير نقلبها حيت ندير لا بارتي غير كدا دونك هنا غتولى عندي اون بوز زد ا ايغال ا 2 بلس 3زي 2 بلس 3زي وهنا زد بي ايغال موان 5 سور 2 اي صافي دونك هنايا قلنا موديل تيغال موديل لونسومبل دي بوان دونك لونسومبل دي بوان كنقول هاكا لونسومبل دي بوان بوان مثلا ام تافيك زد اي لا ميدياتريس وسط قطعة مثلا نسميها دلتا دو سيغمون خصني ضروري نحدد السيغمون والسيغمون هو هذاك اللي درس هو هذا دو سيغمون ا بي افيك ا لا فيكس ديالو 2 بلس 3 زي و بي لا فيكس ديالو موان 5 سور 2 اي بارفوا كيقول لك غوبريزونتي هاد لونسومبل دونك ساهل باش تريبريزونتي كندير الحركة هادي نديرو هذاك لو روبير اورتونومي ديريكت كومبلكس بي ام سي ام سي او اي جي او اي في او اي في يعني كيكون عنده واحد لو سونس غندير ا ا هي 2 بلس 3 زي دونك هنا 2 بلس 3 زي ها هو هادي هي ا و بي هي موان 5 سور 2 اي هي موان 2 زي موان 2 زي دونك هنا هنايا moins 1, moins 2 donc moins 2 y arrive donc c'est P et c'est l'axe de la réel ou c'est l'axe des imaginaires purs IR ça fait quoi c'est l'axe des abscisses ou l'axe de réel ou c'est l'axe des imaginaires purs qui confie à l'effet I y a dit moins 5 sur 2 I moins 2 I demi pardon moins 2 I demi moins 2 pardon entre 3 donc on a ya donc 1, 2, 3 ثلاثة دونك هنايا بي هو بي هنايا صافي هو بي صافي كنتراسيو هداك لو سيغمون هنا ا بي مغديش سميتو باغيك وهنا كنديرو داك لو سميتو كنديرو لو ميليو بيان سور كنديرو الميليو ديالها وكنديرو داك لا دروات كي بيربوندكولا كي باس باغ هنا كتكون بحال هكا صافي كندير هوك كدير هاد الكوداج زعما باش نبين بان هاد لابارتي كدير هاد لابارتي هادي هي الدالتا كتشوف بانه سي تري سامبل سي فاسيل دونك الى هنا تنتهي هذا الفيديو شكرا والى فيديو اخر بحول الله.